أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين. كل المعطيات تشير إلى أننا بانتظار مباراة على أعلى مستوى. كل فريق سيطمح للحصول على 3 نقاط في المواجهة، لأن دائما مواجهات الدوري مهمة مهما كان مركزك وموقعك في المنافسة أو على سلم الترتيب. هذا ما نتمناه بأن يسعى الفريقين للانتصار، فنتابع مباراة كبيرة. واضح على الشاشة تشكيلة الفريق صاحب الأرض مع اعتماد خطة 4-3-3 التقليدية في لقاء اليوم. التشكيل اللي يبدأ فيها فريق الفتح مباراة اليوم، يعتمدون الرسم الخططي بشكل 4-5-1 الهجومي. ما نراه في الملعب من الجمهور يعكس لنا مدى الشغف الذي تقدمه لنا كرة القدم. الله على هذه اللعبة التي تجعلك تتعلق بفريق بعينهم دون أن تعرف الأسباب، تجعله سبباً لفرحك وأحياناً لحزنك. لكن ما من عاشق لكرة القدم كف عن عشق فريقه أبداً. اللعبة التي تعود لقديم الزمن وتحديداً في الصين في 476 قبل الميلاد كما يقولون. الكرة بتروح، لو عدت الكرة البينية كان ممكن تكون واحدة من أحلى اللعبات، لكن تحسب للمدافع في اللقطة الماضية. كرة في وضعية هجومية، الدعم يصل إلى من اللاعبين. يعيد الكرة إلى زميله. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. الهدف الأول في المباراة، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. انتبع الهدف من جديد. الله على تيكي تاكا في بناء الهجمة. بعد ذلك ترسل تسديدة قوية، الكرة راحت في المرمى، صعبة جدا على الحارس. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ويخسر الكرة. هدف يعني العودة، هدف يعني التعادل، مستحيل هذه الكرة. إعادة للهدف مرة أخرى. شوف الكرة انلعبت العرضية صح وانحطت الرأسية صح لتضرب الكرة الشباك بشكل مثالي. هدف رائع من هجمة منظمة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1.
كريستيان ليما، كريستيان ليما، ضربة بالرأس والكرة إلى الخارج، رمي التماس، ضغط ممتاز من المنافس يجبر على تنفيذ رمي التماس بشكل خاطئ. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. قراءة رائعة للكرة ودفاع في الوقت المناسب. فرصة لكرة مرتدة سريعة. كرة 1-2. الكرة تنقل بسهولة. بشدة الكرة. إبعاد الخطورة، لكن مرة أخرى بين أقدام لاعبي فريق الخصم. ضغط جيد لاستعادة الكرة. يتقدم بالكرة. ممكن جول. الله على هذا الهدف، الله على هذا الضغط، لم يترك للخصم أي فرصة ولا أي وقت للتفكير. الكرة وهي بحوزته كانت الخطوة الأولى في الهدف. شوف الإعادة وركزوا في هذا الهدف جيدا، لأن في عمل كبير من الفريق، ضغط كبير من الفريق، ونعرف بأن الضغط يولد الأخطاء، وهو ما حدث هنا وأدى إلى تسجيل الهدف. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. تخرج رمية تماس. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي، يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة، فرصة لإرسال كرة عرضية. تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات، شوف النقلات. تدخل جميل من اللاعب. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. عند الفرصة في هذه اللحظات. كرة خطيرة من على الأطراف. كيف راح يتصرف فيها؟ فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن.
يا لعيب يا لعيب، هذا كثير جدا كثير جدا، هدف سينمائي، هدف عبقري. مساعد الحكم تأخر في الراية والهدف يلغى في هذه اللحظات. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. بينية مرفوعة، كرة في وضعية هجومية، انطلق على الطرف، ممكن يلعب لك كرة عرضية، فرصة لوضع الكرة في الشباك، ما زالت الكرة خطيرة، كرة في القائم. يا رباه، الجماهير تهتف من أجل التسديد، بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. ما بين البحث عن التعادل وتعزيز التقدم، تتدخل العارضة لتبقي على هذه الإثارة بعد أن منحت هدف زيادة الفارق، على الحارس أن يشكرها بكل تأكيد. المنافس يسيطر على الكرة، كرة بتتخلص، تمريرات بشكل سليم، نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. يا رباه، هدف التعادل. نتابع الهدف مرة أخرى، كان في هدوء وحذر في بناء الهجمة، والنهاية كانت في الزاوية الصعبة والضيقة لحارس المرمى لتستقر في الشباك. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. يتقدم بالكرة للهجوم، كرة في مكان خطير، ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، في إيجاد ثغرة في الدفاع. صافرة الحكم توني الشوط الأول 2-2. أداء كان جيد ومقبول في الإجمالي في شوط المباراة الأول، قدر ليسجل هدف، لكن هذا ليس كافي حتى اللحظة، وبالتالي شوط المباراة الثاني بحاجة إلى مساعدة فريقه بشكل أكبر. الهدف الأول في المباراة، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء. هدف يعني العودة، هدف يعني التعادل، مستحيل هذه الكرة. يتقدم بالكرة، جول، الله على هذا الهدف، الله على هذا الضغط، لم يترك للخصم أي فرصة.
فرصة للتعادل، كرة للتعادل. الحكم يطلق صافرة معلم بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. يفقد الكرة. كرة تمرر بكل سهولة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. اوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. فرصة قد تشكل خطورة. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. هذه فرصة. هدف التقدم يأتي يغير مسار المباراة، نقطة تحول في هذا اللقاء، كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت. نشوف الهدف مرة أخرى. بناء رائع، تمرير مكثف بين اللاعبين، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. يبحثون عن التعادل ولكن بدون استعجال في الهجوم. ابعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. كرة مرتدة فيها خطورة. تحول الهجوم الآن من هجوم مرتد إلى هجوم عادي. كرها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. قدرة رائعة في قراءة الخصم. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. تدخل بيريح الفريق. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. اوهو، هذه كيف ضاعت؟ فرصة ذهبية لتوسيع الفارق وإراحة أعصاب الجميع. الآن الخوف سيبقى مستمرا من استقبال هدف التعادل في أي لحظة، وبعد ذلك قد لا ينفع الندم. يفشل في استقبال الكرة تحت الضغط. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. تمريرات بشكل سليم، نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. كرة فيها خطورة. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل.
تغيير من جانب المدرب في هذه اللحظات للحفاظ على التقدم. بيلعب الكرة الوسط 18، يبعدها من مناطق الخطر. عرضية ممتازة للخلف، وصلت لحارس المرمى. كرة كانت صعبة، حبست الأنفاس، تألق كبير في إبعاد الكرة من على خط المرمى. ماذا سيفعل الآن؟ فرصة متاحة للعب العرضية. كرة في مكان خطير، وبتضيع الكرة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. تمريرة باتجاه الجناح. فرصة الآن. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. الفريق يبني الهجمة بدون تسرع، احتفاظ ممتاز بالكرة. فلاتة، يا الله، كم ممكن تكون هدف؟ الله على التدخل. سيطرة كبيرة من أصحاب الأرض على اللعب في آخر ربع ساعة من عمر المباراة، يخلقون فرص كثيرة في الأمام. أعتقد هم في طريقهم لتسجيل هدف آخر، يعززون من خلال هذا التقدم بفارق هدفين، والمهمة تصبح أصعب على الفريق الخصم. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة، اللعب حتى الآن بدون استعجال، واضح الهدوء بالرغم من أن النتيجة ليست في صالح الفريق. يحافظ على كرته بقوة. راحت الكرة. بينية مثالية خلف المدافعين. يا رب، هدف التعادل. نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. أي تقلبات، أي تحولات، الفريق الآن ينجح في التعادل من جديد. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. المدير الفني للفريق الضيف أعتقد حسم أمره، حسم قراره، راح يجي للتغيير في هذه اللحظات. يسابقون الزمن، يحاولون، يبحثون عن هدف. الكرة قوية لكن الكرة بتضيع. انفراد بهذه الطريقة، كان عنده حلول في اللعبة الماضية. شوف اللقطة، كم ممكن يعدي من حارس المرمى؟ مستحيلة هذه الفرصة. واضح ان المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف الان عمليات الاحماء على خط التماس.
يفقد الكرة. بناء مستمر لهذه الهجمة، شوف النقلات، عندهم فرصة لتسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة. فرصة كان ممكن تشكل خطورة، لكن قرأ بشكل سليم. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. أوه، هذه كلمته، وعلى الجميع الاستماع، وعلى الجميع الاستماع. بعد نزوله بلحظات تجعلها تستقر في الشباك، يزور المرمى على الفور. أي شوق للاحتفال بهذا الهدف، شخصية ويجاهزية لهذا اللاعب من دكة البدلاء إلى هز الشباك بهذه السرعة، يدخل في أجواء المباراة. أي روعة هذا التغيير. اللعبة تواصل مع ضربة البداية، مباراة غزيرة الأهداف من الفريقين. ثلاث دقائق تضاف إلى المباراة. فلاتة، وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة. ممكن تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. قوة كبيرة في تنطلق صفرة نهاية المباراة معلنة خسارة أصحاب الأرض. خسارة في رأيي كانت مستحقة، صحيح الفارق صغير، لكن لم يقدم الفريق المنتظر منا اليوم، وكان ممكن تفاديها. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة، تمكن من تسجيل هدفين، ساهم ايضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضيه عن اللي قدمه، هو نفسه ايضا سيكون سعيد بمساهمته. الهدف الأول في المباراة، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء. هدف يعني العودة، هدف يعني التعادل. مستحيل هذه الكرة. يتقدم بالكرة، جول. الله على هذا الهدف، الله على هذا الضغط، لم يترك للخصم أي فرصة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. يا لعيب، يا لعيب.